أهلا وسهلا بكم في بيتنا مدرسة مع مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني. أول موضوعنا النهاردة هيكون مع نهاية دالة عند نقطة، ونهاية دالة عند نقطة لما نيجي نشوف لابد من معرفة معلومتين رئيسيين اللي هي الكميات المعينة والكميات الغير معينة. الكميات المعينة هي لها نتيجة محددة، زي إيه؟ لو قلنا 28 على 5 بيساوي 5.6، 0 على 9 يساوي 0، ناتج معين. أما الكميات الغير معينة هي ملهاش نتيجة معينة ولا لها أي حاجة معينة. زي إيه؟ زي عندنا مثلا 0 على 0. 0 على 0، إيه الرقم اللي يتضرب في الصفر يدينا صفر؟ هتلاقي أرقام كتيرة جدا، ما فيش رقم محدد اللي هو يتضرب في صفر يديني صفر. يعني مثلا 2 في 0 بصفر، 3 في 0 بصفر، ما فيش رقم معين يديني الناتج، وعشان كده بنسميها كمية غير معينة. وزي إيه تاني؟ برضو ما لا نهاية على ما لا نهاية، نفس الكلام. لو أي عدد يتضرب في ما لا نهاية اللي موجودة في المقام يديني ما لا نهاية في البسط، فما فيش عدد معين. كذلك ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. طيب ناخد نظرية واحد اللي توضح لينا الكلام عن النهاية عند النقطة. لو عندي دالة كثيرة الحدود، إذا كانت دالة س كثيرة الحدود في المتغير س، فإن نهاية دالة س عندما س تؤول إلى الألف بيساوي دال الألف. يعني إيه؟ يعني عوض تعويض مباشر أول لما تجي لك المسألة دالة كثيرة الحدود. التعويض المباشر لو إداني نتيجة يبقى على طول المسألة انتهت. طب لو إداني 0 على 0 هنتعامل معاه؟ طب لو اداني اي عدد على الصفر ليس له معنى. تعال نشوف المثال الاتي. اوجد نهاية س تربيع زائد 2 س ناقص 3 عندما س تقترب من الواحد. الله، ده دالة كثيرة الحدود. نعمل ايه؟ نعوض عن قيمة س اللي هو مديها لي. طيب تعال نشوف الحل. د واحد، هشيل السين واحط مكانها واحد، يبقى 1 أس 2 زائد 2 في 1 ناقص 3. طب بيساوي ايه الكلام ده؟ هيساوي الناتج 0. يبقى كده المسألة وجدنا النهاية بتاعتها بالتعويض المباشر. طيب في نتيجة كمان بيقول لك نهاية الدالة الثابتة، أي عدد ثابت عشان أوجد النهاية بتاعته لابد وأن تكون هي نفس العدد الثابت. إزاي؟ قال لك نهاية الدالة الثابتة نهاية كاف عندما س تؤول للألف بيساوي كاف، حيث كاف عدد ثابت. طيب مثال كده، لو قال لك نهاية 2 على 3 عندما س تؤول للخمسة بيساوي كام؟ بيساوي 2 على 3. ليه؟ لأن 2 على 3 عدد ثابت. تعال نبص بقى كده لنظرية 2. نظرية 2 بتقول إذا كانت عندك د و ر دالتين في متغير س، وكان نهاية د س عندما س تؤول للألف بيساوي لام، ونهاية ر س عندما س تؤول للألف بيساوي ميم. فإن أول حاجة نهاية مجموع أو الفرق ما بين الدالتين عندما س تؤول للألف، يعني نهاية د س زائد أو ناقص ر س عندما س تؤول للألف بيساوي إيه؟ بيساوي نهاية الأولانية نهاية د س عندما س تؤول للألف زائد نهاية التانية نهاية ر س عندما س تؤول للألف. طب قيمة كل نهاية إيه؟ بتساوي إيه؟ النهاية الأولانية نهاية د س عندما س تؤول للألف بيساوي لام،
زائد أو ناقص نهاية ر س عندما س تقول للألف تساوي م. يعني إحنا بنوزعنا النهاية على الدالتين، قيمة الدالة الأولانية لام زائد أو ناقص قيمة الدالة التانية اللي هي ميم. تعال نشوف نظرية كمان. نهاية حاصل ضرب دالتين معناها نهاية دالة س في ر س عندما س تقول للألف، يبقى نهاية دالة س في نهاية ر س عندما س تقول. طب نهاية الأولانية بكام؟ قيمتها بلام، ونهاية التانية كام؟ ميم، يبقى لام في ميم. طيب نبص للكلام ده من خلال النظرية اتنين اللي احنا بنكملها الخاصية تلاتة فيها. بيقولك ان نهاية اسم الدالتين، نهاية اسم الدالتين معناها هنوزع يعني نهاية دالة س عندما س تقول للألف على نهاية ر س عندما س تقول لإيه؟ للألف. طب قيمة الأولانية كام؟ دال س عندما س تقول للألف قيمتها لام. وقيمة التانية كام؟ نهاية ر س عندما س تقول للألف قيمتها ميم. طيب بشرط إن ميم المقام لا يساوي صفر، لأن أي حاجة على صفر ليس لها إيه؟ معنى. طيب لو أنا جبت الخاصية الرابعة لهذه النظرية، لو أنا جبت عدد ثابت وضربته في الدالة عندما س تقول للألف، طيب يبقى العدد الثابت بخرجه بره وأقول نهاية دالة س عندما س تقول للألف. طيب كاف في نهاية الدالة بكام؟ لام، يبقى نهاية كاف في لام، حيث كاف عدد إيه؟ ثابت. يبقى إحنا أخدنا لما يكون نهاية دالة دال س ور س دالتين، ونهاية دالة س عندما س تقول للألف بيساوي لام، ونهاية ر س عندما س تقول للألف بيساوي ميم، فإن حاصل جمع الدالتين، نهاية حاصل جمع الدالتين يبقى النهاية بتاعت الأولانية زائد أو ناقص نهاية التانية، ونهاية الأولانية قيمتها لام زائد أو ناقص نهاية التانية قيمتها ميم. كذلك القسمة، نهاية اسم الدالتين يبقى نهاية البسط على نهاية المقام، وحط القيمة بتاعت البسط وقيمة المقام. كذلك الضرب، لو نهاية ضرب دالتين يبقى قيمة الدالة الأولانية في قيمة الدالة إيه؟ التانية. طيب هنشوف الكلام ده في نظرية كمان. بيقول إذا كانت دال س ولام س دالتين للمتغير س، وكانت دال س بيساوي لام س، حيث لجميع قيم س ما عدا س بتساوي ألف، وكان نهاية لام س لها وجود، فإن نهاية دال س عندما س تقول للألف بيساوي نهاية لام س عندما س تقول للألف. طيب معلش عشان هي مش واضحة في هنوضحها هنا. إذا كان عندنا دالتين لام س دال س ولام س، وكانت دالتين في المتغير س، دالتين في المتغير س، وكانت لام س بيساوي دال س لجميع قيم س ما عدا س بتساوي ألف، وكانت نهاية لام س عندما س تقول للألف لها وجود موجودة، فإن نهاية دال س عندما س تقول للألف بيساوي نهاية لام س عندما س تقول للإيه؟ للألف. يبقى نهايتين. وهنا احنا بنستخدم ده
معانا لما نيجي دالة كسرية صفر على صفر اللي هي كمية غير معينة، ولما يكون كمية غير معينة هنقول إن نحلل ونحذف ونعوض وهيطلع الناتج معايا. هناخد التمارين وأمثلة على هذا الموضوع، ودايما تخلي بالك من خطوات الحل. نجيب صورة النقطة أول حاجة، لو طلعت صفر على صفر يبقى أنا بمشي خطواتي نحلل، والتحليل لازم أن يكون في العامل الصفري. طب إيه هو العامل الصفري؟ لما أقول نهاية سين تقول إلى ألف يبقى العامل الصفري سين ناقص ألف، سين تقول إلى سالب ألف يبقى العامل الصفري سين زائد ألف. تعال نشوف الأمثلة ونشوف إزاي بنعملها. أوجد نهاية سين زائد اتنين على سين ناقص تلاتة عندما سين تقول للتلاتة. يبقى أول حاجة الحل. طيب هنعمل إيه؟ أنا عوضت سين تقول للتلاتة، يبقى أنا عوضت نجيب ده التلاتة. تعال نشوف، أشيل السين في البسط وأحط مكانها التلاتة زائد الاتنين. طيب المقام، أشيل السين وأحط مكانها التلاتة ناقص التلاتة. دي كده يدينا ايه؟ 3 زائد 2 5، على 3 ناقص 3 يدينا 0. 5 على الصفر ليس لها ايه؟ معنى. طالما 5 على الصفر ليس لها معنى يبقى النهاية ليس لها وجود. النهاية ليس لها ايه؟ وجود. طيب نيجي بقى، نيجي للتمرين. النهاية ليس لها وجود. تعال نشوف التمرين التالي. ايه هو التمرين التالي؟ اوجد نهاية سين تربيع ناقص سين ناقص اتنين على سين زائد واحد. برضو هنوجد صورة، هنوجد صورة الصورة بتاعت سين تقول للسالب واحد. تعال نجيب دال سالب واحد. الحل دال سالب واحد هيبقى سالب واحد أس اتنين ناقص ناقص واحد ناقص اتنين على سالب واحد زائد واحد بيساوي صفر على الصفر. طب صفر على الصفر كمية غير ايه؟ معينة. طالما هي كمية غير معينة يبقى لابد وان احنا نتجه ليها. طالما كمية غير معينة فلابد ان احنا نشتغل عليها ونقول ليه هنتجه لخطوات حل. عاوزين نعينها. نعينها ازاي؟ ثلاث خطوات تخلي بالك منهم. الخطوة الاولانية نحلل، الخطوة التانية نحذف، والخطوة التالتة نعوض. تعال نشوف نهاية، هاخد البسط احلله سين ناقص اتنين في سين زائد واحد، في سين زائد واحد. تعال نشوف كده سين زائد واحد دي ايه؟ العامل الصفري. اذا لما اجي احلل لازم بحط العامل الصفري. السين تقول لي سالب واحد يبقى العامل الصفري سين زائد واحد لازم يطلع في التحليل. تعال المقام محطوط اصلا في ابسط صورة. بعد كده احنا حللنا، بعد ما بنحلل بنعمل ايه؟ بنعمل الاتي، نحذف. نحذف سين زائد واحد راحت مع سين زائد واحد، يبقى الناتج عندي بيساوي نعوض عن سين بسالب واحد، يبقى سالب واحد ناقص اتنين يساوي سالب تلاتة. كده المسألة خلصت. دايما تخلي بالك، يعني اول حاجة بجيب صورة النقطة، ولما بجيب صورة النقطة طبعا بتطلع لي صفر على صفر. لما بتطلع لي صفر على صفر يبقى في ثلاث خطوات انا عاوز اعين، دي كمية غير معينة عاوز اعينها. فبعمل ايه؟ ابسط الكسر. والتبسيط هنا لابد ان البسط بتحلله والمقام بتحلله، ولما بتيجي تحلل لازما لابد في التحليل بيكون في العامل الصفري. طيب ويتحذف
صورة العامل الصفري اللي في البسط مع صورة العامل الصفري اللي في المقام، وبعدين نعوض. يبقى 3 خطوات بعملهم، هي أولا لما بعوض بالنقطة، لو طلعت 0 على 0 يبقى أعمل ال3 خطوات بتوعي. نعمل إيه؟ نحلل ونحذف ونعوض ويطلع الناتج على طول. ناخد كمان مثال. نهاية س تربيع زائد 2 س ناقص 8 على س تربيع زائد س ناقص 6 عندما س تقول للاتنين. طب الحل بتاع المسألة، أول حاجة أجيب صورة الاتنين، صورة الاتنين. طيب شيل السين وأحط مكانها الاتنين، يبقى 2 أس 2 زائد 2 في 2 ناقص 8. دي البسط. طب المقام، سين هشيلها واحط مكانها 2، يبقى 2 أس 2 زائد 2 ناقص 6. طيب الناتج هنا بيديني ايه؟ 0 برضو على 0. طب 0 على 0 يبقى كمية غير معينة. نكرر نفس الكلام، نعمل ايه؟ نحلل ونحذف ونعوض. تعال نحلل. البسط، س ناقص 2 في س زائد 4. طب المقام، س ناقص 2 في س زائد 3. بعد كده الله، ده في البسط موجود س ناقص 2، في البسط موجود س ناقص 2، وفي المقام س ناقص 2. لو لاحظتي ان س ناقص 2 اللي موجوده في البسط واللي موجوده في المقام، دي العامل ايه؟ الصفري. ده اقوم عامل ايه؟ حذف ليهم. نيجي نحذفها، وبعد ما نحذفها نعوض. الباقي عندي س زائد 4 يبقى 2 زائد 4 على 2 زائد 3 بيساوي 6 على 5، وخلصت المسألة على كده. تعال نشوف كمان مسألة. السؤال بيقول لي ايه؟ نهاية س تربيع زائد 6 س على س تربيع زائد س ناقص س. نيجي نعوض بالصفر، نجيب صورة الصفر. هتطلع 0 تربيع زائد 6 في 0 على 0 تربيع ناقص 0. هيطلع البسط بيساوي 0 والمقام بيساوي 0، يبقى 0 على 0 تطلع كمية غير ايه؟ معينة. طب الكمية غير معينة، يبقى لازم نعمل ايه؟ نحلل ونحذف ونعوض. تعالى الخطوة الأولانية، نهاية س تقول للصفر. تعالى نحلل، ناخد الس مشترك وافتح قوس. س أس 2 على س فيها س، موجب على الموجب فيها الموجب، 6 س على س فيها 6، يبقى هنا القوس س زائد 6. تعالى للمقام، لما نيجي نحلل ناخد س مشترك. تعالى خدت س أس 2 على س فيها س ناقص س على س فيها الواحد. طيب نحذف. بعد ما نحذف نعوض. نعوض عن 0 زائد 6 على 0 ناقص 1 يدينا الناتج -6، لأن عندي 0 زائد 6 بيديني 6، و0 سالب 1 يدينا -1، موجب 6 على -1 يدينا -6. طبعا الخطوات بتاعتنا ثابتة وبسيطة جدا الرياضيات، وما فيهاش أي تعقيدات ولا أي حاجة، هي مجرد إن أنت خطوات بتقوم بيها وبتفكر إيه اللي بيجيلك. أول حاجة نعوض بالنقطة، يطلع الناتج 0 على 0، يبقى كمية غير معينة. نحلل ونحذف ونعوض.
ما بنعملش أكتر من كده في الخطوات. تعال ناخد كمان. أوجد نهاية س تربيع على س زائد 3 ناقص س ناقص 6 على س زائد 3. نيجي للحل، هناخد نهاية كل واحدة لوحدها. نهاية س تربيع على س زائد 3 زائد نهاية س ناقص 6 على س زائد 3 عندما س تقول للعدد 3 أو العدد 3. تعال نشوف كده ونعوض. ده ال 3 عوض في النهاية الأولانية، هتطلع بيساوي 3 أس 2 على 3 زائد 3. ناخد نهاية التالت زائد أهو نهاية التانية، نعوض 3 زائد 6 على 3 زائد 3، 3 ناقص 6 على 3 زائد 3. تعال نشوف دي بتساوي 9 على 6 زائد سالب 3 على 6. طب المقام هنا متوحد، يبقى 9 ناقص 3 يدينا 6، وال 6 اللي هي تحت يبقى 6 على 6 بيساوي 1. في حل آخر للمسألة دي، إيه هو؟ أنا لاحظت إن المقام متوحد، طيب ما ناخد بقى كده المقام متوحد، يبقى نهاية س زائد 3 س تربيع على س زائد 3 زائد س ناقص 6 على س زائد 3، المقام متوحد، أكتب المقام س زائد 3، طيب أكتب البسط زي ما هو، س تربيع زائد س ناقص 6. تعال بقى نجيب صورة ايه؟ ده 3 تعوض، يبقى 3 أس 2، 3 أس 2 زائد 3 ناقص 6 وتحت 3 زائد 3، يطلع الناتج 3 أس 2 بيساوي 9 زائد 3 يدينا 12، 12 ناقص 6 يدينا في البسط 6 على 3 زائد 3 يدينا 6، 6 على 6 بيديني 1. دايما بالرأي جميع الحلول الأخرى، أنت بأي طريقة تشتغل المسألة وهي هيديك نفس الناتج اللي هو طلع، والمسألة دي وضحت كده. إحنا بنعوض بالنقطة وبنخلي بالنا ان الكميات المعينه والكميات الغير معينه، وبنشتغل على هذا الاساس، وربنا بيوفقنا، وكل ناتج مساله انت التحليل بيقف ايديك. لا ما يقفش في ايديك. ليه ما يقفش في ايديك؟ لان التحليل لو انت بسيط بتاخد العامل الصفري وبعدين بناء عليه بتبدا تعمل القوس الثاني، يبقى قوس بتملي اي تحليل قوس في العامل الصفري والقوس الثاني بنكمله عادي جدا، وبعدين بنحذف، وبعد ما بنحذف بنعوض ويطلع الناتج. تعال بقى نشوف نهاية المسألة دي، نهاية س تكعيب زائد 8 على س تربيع ناقص س ناقص 6 عندما س تقول إلى سالب 2. هنعوض برضو بنفس الخطوات ونفس الشغل احنا بنعمله وبنكرره. الحل د سالب 2، نعوض سالب 2 اس 3 زائد 8 على سالب 2 اس 2 ناقص ناقص 2 سالب 6 بيساوي سالب 2 اس 8 اس 3 بسالب 8 زائد 8 يدينا 0 في البسط. المقام سالب 2 أس 2 ب 4، سالب في سالب بموجب 2، 4 و 2 6 ناقص 6 بيديني 0، يبقى دي أصبحت كمية غير معينة. تعال بقى كده نشوف نهاية نعمل إيه؟ هنحلل. طيب اللي فوق
هنعمل اول قوس، قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير اللي هو ايه؟ العامل الصفر. مش سين تقول لسالب اتنين يبقى سين زائد اتنين. طب القوس الكبير، ربع غير اضرب ربع، ربع الحد الاولاني سين، سين في سين بسين قوس اتنين، ناقص اهي موجب غير الاشارة، موجب اكتبها ناقص، اضرب اضرب الحدين سين في اتنين باتنين سين، وبعدين اربع الحد التاني. نيجي تحت تحط برضو العامل الصفر سين زائد اتنين. طب القوس التاني سين تربيع عبارة عن سين في سين. طيب هنا سالب اتنين في كام بتديني ستة؟ يبقى سالب اتنين في موجب تلاتة. طيب اصبح سين زائد اتنين فوق في البسط، وسين زائد اتنين في المقام تحت. طب نحذف، بعد ما نحذف نعوض بالقيمة بتاعتها. لما نيجي نعوض، عوض عن سين بسالب اتنين، هيطلع سالب اتنين أس اتنين ناقص سالب اتنين زائد أربعة على سالب اتنين ناقص تلاتة. نيجي بقى نشوف ايه الكلام ده، يدينا أربعة سالب اتنين أس اتنين بأربعة، وسالب اتنين في سالب اتنين بأربعة، أربعة زائد أربعة يدينا تمانية، زائد أربعة يديني اتناشر، وتحت سالب اتنين سالب تلاتة يدينا سالب خمسة، موجب على السالب في السالب يدينا سالب اتناشر على الخمسة. تعال بقى بعد كده نشوف نظرية أربعة. نظرية أربعة لها صورة معينة، وقبل ما نقول نظرية أربعة لابد إن إحنا نخلي بالنا من حاجة. يبقى النهاية عند نقطة لها صورتين، صورة النظرية اللي إحنا هناخدها دلوقتي، وفي صورة تانية اللي هي مسألة كسرية عادية جدا، بعوض وبجيب صورة النقطة، ولما بجيب صورة النقطة يطلع، لو يطلع صفر على صفر يبقى كمية غير معينة، بعمل إيه؟ نحلل ونحذف ونعوض. طيب لو ما طلعتش صفر على صفر، طلعت عدد على الصفر، عدد ما بيساويش الصفر على الصفر، يبقى على طول النهاية ليست لها وجود. طلعت بأي رقم مباشر من التعويض المباشر، يبقى هو الرقم اللي طلع أو العدد اللي طلع هو نهاية الإيه؟ النهاية بتاعت الدالة المطلوبة. طيب النظرية بتقول إيه؟ بيقول لك نهاية سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين ناقص ألف عندما سين تقترب من الألف. قال لك الأس نون، خلي بالك من حاجة، عاوزين الصورة دي لأن إحنا بنضع المسائل على الصورة دي. دي بنستعملها إمتى؟ بنستعملها لما يكون الأس عدد كبير. تعالى نشوف الأساس هنا سين ناقص ألف، هتلاحظ إن سين تقول للألف، سين تقول للألف، الأساس سين ناقص ألف، تحت برضه لازم يكون في سين ناقص ألف. أول لما توصل للصورة دي قال لك اضرب النون في الألف واطرح من الأس نون واحد. طيب في كمان نتيجة عليه، إيه هي النتيجة؟ نهاية سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين أس ميم ناقص ألف أس ميم عندما سين تقول للألف بيساوي إيه؟ الأس اللي فوق كام؟ نون، والأس اللي تحت كام؟ ميم. يبقى نون على ميم في ألف، وأطرح الأسين من بعض، نون ناقص ميم. طيب ايه هو الشرط؟ بشرط ان نون وميم دول بيساوي اي عدد حقيقي ما عدا الصفر. دايما تخلي بالك احنا بقى في المسائل النهاية عند نقطة، زي ما قلنا قبل كده بنعوض بالنقطة، هيطلع صفر على صفر كمية غير معينة. هل انا بقى هنحلل ونحذف ونعوض، ولا اقدر احطها على صورة النظرية اللي قدامنا؟ تعال نشوف تمرين. تمرين واحد،
اوجد نهاية سين أس 6 ناقص 64 على سين ناقص 2. سين أس 6 ناقص 64 على سين ناقص 2 عندما سين تقول للاتنين. طب نعوض على الأس كبير. لاحظ إن الأس كبير، يبقى أنا هتجه لإيه؟ هتجه للنظرية عشان إيه؟ وأحطها على صورة النظرية. في حالة إيه لو إداني صفر على صفر؟ تعال نشوف الكلام ده ونشوف إحنا هنعمل إيه؟ إيه الحل؟ هنجيب دال 2، طلعت 2 أس 6، وال 64 برضو 2 أس 6 على 2 ناقص 2 بيساوي صفر على صفر، كمية غير معينة. طيب لازم نحطها على صورة النظرية. تعال نحط نهاية سين أس 6 ناقص 2 أس 6. طيب الاتنين دي بتاعت ايه؟ مش سين تقول لي الاتنين؟ يبقى ال 64 لو انت حللتها تطلع 2 أس 6 ب 64 على سين ناقص 2 بيساوي 6 على 6. الله، ده صورة النظرية بالظبط. 6 في 2 أس 6 ناقص 1 تضربهم هيطلع 192. عملت ايه؟ لما نيجي احنا عملنا الآتي، لما عوضنا بالنقطة طلعت صفر على صفر، الأس كبير لازم انا احطها على صورة النظرية. لما احطها على صورة النظرية رمز وعدد والإشارة ما بينهم لابد انها تكون سالبة. طيب والأساس اللي فوق هو نفسه الأساس اللي تحت والإشارة سالبة. الأس بتاعت سين والأس بتاع العدد لازم أن يكونوا متساويين، وننفذ النظرية على طول. نشوف تمرين كمان. نهاية سين تربيع زائد 3 جذر 3 على سين أس 5 زائد 9 جذر 3. عندما سين تقول لسالب جذر 3. تعال نشوف هنعمل ايه. هنعوض عن سين بسالب جذر 3، طبعا هتطلع سالب جذر 3 أس 3 زائد 3 جذر 3 وتحت سالب جذر 3 أس زائد 9 جذر 3. لما نيجي نفك هنفك ونعمل العملية الحسابية. سالب جذر 3 في سالب جذر 3 في سالب جذر 3 بيدينا سالب 3 جذر 3 زائد 3، برضو سالب 3 سالب جذر 3 في سالب جذر 3 في سالب جذر 3 في سالب جذر 3 في سالب جذر 3. لما نيجي نضربهم هيطلع سالب 9 جذر 3. يبقى صفر على صفر يدينا كمية غير ايه؟ معينة. طيب هنعمل ايه؟ نحطها على صورة النظرية. تعال نحطها. يبقى هنا بتديني سين أس 3 سالب سالب جذر 3 أس 3. تعال نشوف الكلام ده. برضو سين أس 5 سالب سالب جذر 3 أس 5. الله، يبقى هنا اللي فوق الأس كام؟ 3، واللي تحت 5، يبقى 3 على 5 في سالب جذر 3. يبقى 3 ناقص 5 بيدينا سالب 2، يبقى يدينا 5 بيساوي 5. هنا لو بصيت للمسألة اللي قبل كده، احنا خدنا المسألة دي عملنا فيها ايه؟ اتلقيت ان سين أس عدد
زائد جذر 3، 3 جذر 3. طب انا عاوز اخليها ناقص لان هنا رمز وعدد، هنقول سالب سالب، ودايما س تقول عدد سالب عشان تكتبها سالب سالب. ونفس الأس، وعملناها على صورة النظرية وطلعت الناتج. حاجات بسيطة جدا. يبقى كده احنا لما بنيجي نشتغل بنحط على صورة النظرية امتى؟ لما يكون الأس عدد كبير. تعال نشوف المسألة اللي جاية. نهاية س زائد 3 أس 5 ناقص 243 على س، عندما س تقول لي كام؟ للصفر. الله، طيب الأس كبير، هتعمل لي دي ازاي؟ هتعمل لي دي ازاي لما يكون الأس كبير على صورة النظرية؟ الكمية الأولانية س زائد 3، طيب اللي هو المقدار الأولاني، وكل أس 5، والمقدار الثاني 243 على كام؟ على س. تعال نشوف د صفر، نعوض بالصفر، هيطلع الناتج صفر على صفر، كمية غير معينة. نيجي بقى نحطها على صورة النظرية. هجيب بقى ايه الاولاني؟ ايه الكمية الاولانية؟ س زائد 3. يبقى انا لما اجي اقول س تقول للصفر ازود 3 هنا و3 هنا، اهو 3 هنا و3 هنا. يبقى هنا لما نيجي نكتب البسط، س زائد 3 اس 5 ناقص 3 أس 5، 3 أس 5 ب 243 على الله. أعمل إيه؟ ده دي س، يبقى هزود 3، أكتب الأساسات اللي فوق زي ما هي أهي. س زائد 3 ناقص 3، 3 ناقص 3 صفر، زائد س هي الس، عشان كده قلت لك اكتب الأساسات زي ما هي. طبعًا لما تيجي تكتب الأساسات، الله، ده إحنا كده خدنا صورة النظرية بالظبط. يبقى على طول بيساوي 5 في 3 أس 5 ناقص 1 يدينا 405. عرفنا النهاية عند نقطة. لما بتيجي تشتغل على هذا الأساس، النهاية عند نقطة بنعوض بالنقطة، طلعت صفر على صفر، الأس كبير. طب ما أنا بحطها على صورة النظرية. النظرية يعني إيه نظرية؟ يعني بتساعدني في حل المسائل والتمارين. وشفنا تمرينات مختلفة وازاي تقدر تتعامل معاها، لان هي الموضوع سهل جدا، الموضوع ما فيهوش اي صعوبة ولا اي حاجة خالص. تعالى بقى كده ناخد نهاية دالة عند اللانهاية. نهاية دالة عند اللانهاية، ناخد نظرية. نهاية 1 على س عندما س تقول للمالانهاية بيساوي صفر، بيساوي صفر. طب أي عدد على الصفر ليس له معنى. طب أي عدد على اللانهاية يبقى بيساوي إيه؟ صفر. هنا بقى كده هناخد نتيجتين مهمين جدا. إيه هي؟ النتيجة الأولانية بيقول لك إذا كانت عندك ألف عدد حقيقي تنتمي لها، فإن نهاية الألف على س عندما س تقول لي ما لا نهايه بيساوي كام؟ صفر. طيب النتيجه الثانيه، نهايه الف على س اس ن عندما س تقول للما لا نهايه برضو بيساوي صفر، حيث ن عدد حقيقي موجب. طيب ايه الكلام ده؟ احنا قلنا اي عدد على الما لا نهايه بيساوي صفر. طب لو عندك 5 على الملانهاية صفر. طب 5 على سين أس ن، طب وأنا هشيل السين وأحط ملانهاية، ملانهاية أس أي عدد هي بملانهاية، يبقى 5 على ملانهاية بيساوي صفر، وهكذا. تعال نشوف الكلام ده، نطبقه ونعمل في التطبيق إيه. تمرين، أول حاجة لابد إن أنت تكون عارفها في المسائل اللي زي كده،
نعمل حاجة صغيرة جدا. عندما يكون، ودي سر حل المسائل، سر حل المسائل، عندما س تقول لي ما لا نهاية، عندما س تقول لي ما لا نهاية، فخلي بالك أنا بعوض بما لا نهاية، هيطلع ما لا نهاية على ما لا نهاية، فتاخد أكبر أس موجود فين؟ في المقام بالمتغير بتاعه. يعني بقسم على س بس بأكبر أس موجود فين؟ في المقام، ماليش دعوة بالبسط. ومع مراعاة إن أي عدد على المالا نهاية ماله بيساوي صفر، ونعوض ونخلص المسألة على طول. تعال نشوف الكلام ده في التمرين ده. أوجد نهاية س زائد 6 على س ناقص 5 عندما س تقول للمالا نهاية. طيب الحل، دال ما لا نهاية هتبقى ما لا نهاية زائد 6 هي بما لا نهاية، وما لا نهاية ناقص 5 هي بما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير ايه؟ معينة. تعال نشوف نعمل ايه؟ بالقسمة على س، أكبر أس موجود فين؟ في المقام، ماليش دعوة بالبسط. س أس 1 موجودة في المقام، هقسم على س أس 1. س على س أس 1، بص كده البسط فيها الواحد، زائد 6 على س، احطها على صورتها. تعال تحت في المقام برضو، س على س فيها الواحد، حط المعامل على طول، ناقص 5 على س. طب هنعمل ايه؟ هنعوض عن س بما لا نهايه. تعال نشوف، يبقى 1 زائد 6 على ما لا نهاية على 1 ناقص 5 على ما لا نهاية. طيب 1 زائد 6 على ما لا نهاية، طيب بيساوي ايه؟ 1 زائد 0، 6 على ما لا نهاية بصفر، على 1 ناقص 0، 5 على ما لا نهاية بصفر، يبقى هنا 1 على 1 بيساوي 1. تعالى احنا عارفين المسائل ببساطة جدا، بعوض بما لا نهاية، ولما عوضت بما لا نهاية اداني ما لا نهاية على ما لا نهاية، ولما يديني ما لا نهاية على ما لا نهاية يبقى انا بعمل ايه؟ بقسم على المتغير س بأكبر أس موجود فين؟ في المقام. لو في المقام س أس 2 يبقى أعوض على أكبر أس، يبقى هقسم على س أس 2. لو في المقام س أس 5 أقسم على س أس 5، ماليش دعوة بالبسط، بس بقسم لما أجي أقسم بقسم البسط والمقام. تعال نشوف مسألة كمان، نهاية س تربيع، س تربيع زائد 3 س ناقص 2 على 5 س أس 4 زائد 8 عندما س تقول لما لا نهاية. ناخد الحل، بالقسمة أكبر أس موجود في المقام كام؟ س أس 4، يبقى هقسم على س أس 4. نقسم على س أس 4 هتطلع على طول، س أس 4 على س أس 4 فيها الواحد، 3 س على س أس 4 يدينا 3 على س أس 3، ناقص 2 على س أس 4. طب في المقام اقسم على س أس 4، 5، 5 س أس 4 على س أس 4 بيديني الخمسة المعامل، زائد 8 على س أس 4. طيب بعد الصورة دي بنعمل ايه؟ نشيل السين ونحط مكانها ما لا نهاية. واحد زائد 3 على ما لا نهاية، ناقص 2 على ما لا نهاية، على 5 زائد 8 على ما لا نهاية. طبعا 3 على ما لا نهاية بصفر، و2 على ما لا نهاية بصفر، و8 على ما لا نهاية بصفر، فبنعوض عنهم، يبقى 1 زائد 0 ناقص 0 على 5 زائد 0 يساوي، البسط بيساوي 1 والمقام بيساوي 5، يدينا 5. دي كده اللي الحاجة اللي لازم تكون انت عارفها. طبعا لما بتيجي نبص، خدنا كده نهاية عند نقطة، والنهاية عند ما لا نهاية، والنهاية عند نقطة قلنا فيها حاجتين رئيسيين، هي
صورة النظرية لما يكون الأس كبير، أما صفر على صفر لما يكون مسألة عادية جدا. بنعمل إيه؟ بنبسطها، نحلل ونحذف ونعوض. لما يكون الأس كبير عندي لابد من إني أجيب إيه؟ أستخدم النظرية وأحط المسألة على صورة النظرية. لما أحط المسألة على صورة النظرية تفرق معايا كتير جدا، يبقى على طول أطبق النظرية وتسهل لي الحسابات عندي كلها. تعال نشوف تمرين كمان. أوجد نهاية سين أس 4 زائد 3 سين ناقص 2 على سين أس 5 زائد 2 سين. الحل: أكبر أس موجود في المقام كام؟ سين أس 5، بقسم على سين أس 5. يلا نقسم كله. سين أس 4 على سين أس 5 يدينا 1 على سين. طيب 3 سين على سين أس 5 يدينا 3 على سين أس 4 ناقص 2 على سين أس 5. تعالى تحت في المقام، سين أس 5 على سين أس 5 بيدينا 1، زائد 2 سين على سين أس 5 يبقى 2 على سين أس 4. بطرح الأس على طول، 5 ناقص 4 1، والأس موجود في المقام، يبقى خليني أكتبها في المقام بقى. تعالى بقى كده نعوض. نعوض عن سين بما لا نهاية، مع ملاحظة إن أي عدد على الملا نهاية بيساوي صفر. تعال نشوف كده. واحد على ملا نهاية، تلاتة على ملا نهاية، وناقص اتنين على ملا نهاية، على واحد زائد اتنين على ملا نهاية. طب واحد على ملا نهاية بكام؟ بصفر. زائد تلاتة على ملا نهاية بكام؟ بصفر. ناقص 2 على ما لا نهاية بكام؟ بصفر. على 1 زائد 0 يطلع 0 على الواحد اللي هو بيساوي 0. هنا لما نيجي نبص ونشتغل على هذا الوضع اللي موجود القائم، تعالى نشوف حاجة صغيرة جدا، ان هو بعض التمارين لما يكون عندي نهاية سين أس 3 ناقص 5 سين زائد 4 على 3 سين أس 3 زائد 2 سين، عندما سين تقول لما لا نهاية. في الحالة دي الحل بسيط جدا. اولا سين تقول لي ما لا نهايه، هناخد دال ما لا نهايه. دال ما لا نهايه هتطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه. نبص للمقام، اكبر اس موجود في المقام كام؟ سين اس كام؟ 3. اقول بالاسم على سين اس 3، البسط والمقام، يبقى نهايه سين تقول لي ما لا نهايه. هنا سين أس 3 على سين أس 3 فيها الواحد ناقص 5، سين على سين أس 3 يدينا سين، أطرح 3 ناقص 1 يدينا 2، تعالى برضو زائد 4 على سين أس 3. تعالى كده هنا المقام نقسمه على سين أس 3 يبقى فيها 3، وهنا 2 على سين أس 3، 2 سين على سين أس 3 يدينا سين أس 2. عوض عنها بالما لا نهاية، 1 ناقص 5 على ما لا نهاية زائد 4 على الما لا نهاية على 3 زائد 2 على الما لا نهاية. الناتج هنا بصفر، الناتج هنا بصفر، الناتج هنا بصفر، يدينا 1 على 3. انت اول لما تتلاقي نهاية سين تقول الى ما لا نهاية لابد وانك ايه تشتغل، تبقى عارف انت بتعمل ايه. في مسألة من المسائل المهمة جدا،
وشفناها في امتحانات كتيرة ونبدأ نشتغل على أساسها. إيه هي المسألة؟ طيب، نهاية الجذر التكعيبي 8 س تكعيب زائد 2 على س ناقص 1. عندما س تقول لما لا نهاية، تعال نشتغل فيها، تعال نشتغل عليها. أكبر أس موجود في المقام كام؟ س. طيب أقول بالقسمة على س، يبقى نهاية الدالة عندما س تقول لما لا نهاية، أقول بالقسمة على س. تعال، ده دي الجذر التكعيبي. طب س عشان أدخلها تحت الجذر التكعيبي تصبح س أس كام؟ أس 3. يبقى أنا لما آجي أقسم على س اللي هو الجذر التكعيبي بتاعها س أس 3، أضربها في نفسها 3 مرات، يبقى أقسم تحت الجذر التكعيبي على س أس 3، أما تحت اللي هو خارج الجذر التكعيبي بقسم على س. تعال نشوف، نقسم البسط الجذر التكعيبي 8 س أس 3 على س أس 3 بيدينا 8، زائد 2 على س أس 3. نقسم بره بقى، دي بره الجذر، يبقى بس نقسم على س، يبقى 1 ناقص 1 على س. أعوض بده عن س بما لا نهاية، يبقى الجذر التكعيبي بيساوي الجذر التكعيبي 8 زائد 2 على ما لا نهاية على 1 ناقص 1 على ما لا نهاية، يديني الجذر التكعيبي ل8 اللي هي بيساوي كام؟ 2. دايما تخلي بالك لما بيجي انت بتشتغل مسألة تبقى عارف انت بتعمل ايه وبتفكر فيها ازاي. خدنا نهاية الدالة عند نقطة ونهاية الدالة عند ما لا نهاية. نهاية الدالة عند ما لا نهاية لابد إن أبص للمقام وأكبر أس في المقام بالمتغير بتاعه بقسم عليه. بعد ما بقسم عليه بقسم البسط والمقام ونعوض عن س بما لا نهاية وهيطلع لي قيمة، لأن أي عدد على ما لا نهاية بيساوي إيه؟ 0. تعالى نشوف كمان مسألة. الجذر التربيعي نهاية س، جذر التربيع لس ناقص 1 على س زائد 3. عندما س تقول لما لا ايه؟ نهاية. وإلى هنا يعني الوقت بتاعنا خلص بدري على طول، وإن شاء الله ربنا يوفقنا إلى الحلقة القادمة بإذن الله، وإزاي سؤال الامتحان بيجي ونتعامل معاه إزاي. والله الموفق، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.